بدأنا نسجل دلوقتي المحاضرة. طبعا احنا اتكلمنا قبل التسجيل على طريقة المذاكرة، الأسلوب بتاع المذاكرة هنرجع له تاني وتالت ورابع ونقدر نشتغل عليه ونعيد الكلام مع الناس، لكن أنا محتاج الناس إنها تتواصل معايا وتبقى ناس فعالة في إن هي يكون عندها الحماسة إن هي تذاكر وتخش الامتحان، وأنا معاكم في كل الخطوات. باشمهندسة سارة بتسأل الموقع، نقدر نرجع الموقع بعد ما يخلص الكورس؟ الموقع مش هيتقفل يا فندم، بعد ما يخلص الكورس وهيفضل موجود الحاجة، وانتوا هتفضلوا موجودين على الاكونت بتاعتكم، مش هتتقفل، فان شاء الله تقدروا ترجع له في اي وقت ان شاء الله. تمام، نبدأ ناخد بس كده حبة اسئلة ونتوكل على الله كده ونشوف الايه الاسئلة ماشية ازاي. انا مش محتاج الناس تجاوب، احنا محتاجين نستطعم السؤال بيتقال ازاي، محتاجين نشوف السؤال بيتقال ازاي، ونشوف الامتحان بيلعب معانا الجيم ازاي. في جيم بتتلعب معاك، لانك لازم ايه، لازم ان انت تركز في الايه طريقه الاسئله. Which of the following is not a characteristics للبروجكت of a project, which of the following is not. ها مش عاوز الاجابه دلوقتي، انا مش محتاج الاجابات. Which of the following is not. ساعات ممكن ما يجيبلكش في الامتحان ال not capital. طبعا ده سؤال سهل جدا، بيقول لك ايه من الحاجات اللي ما تعتبرش مش من مواصفات المشروع. ده معناه ان في ثلاث اجابات صح وهتلاقي اجابه غلط. طبعا برضو الناس مش مركزه معايا، انا مش محتاج الناس تجاوب. اوكي، المشروع هل constrained by limited resources؟ هل المشروع بيتعمل له plan و executed و control؟ هل المشروع بيcreate unique product service result؟ هل المشروع ongoing و repetitive ولا لا؟ طبعا بالنسبة لي الإجابة، طبعا إن هي الإجابة الوحيدة الغلط هي إجابة دي. ليه؟ طبعا ليه ديت لو حد غلط بقى يبقى لازم يرجع للكتاب ويشوف الحته بتاعت المشروع ويسمع المحاضره ويشوف الجزء دوت، لان المشروع حاجه مؤقته. It's a temporary endeavor undertaking to create unique product service result. والtemporary nature بتاعت المشروع معناه ان ليه بدايه ونهايه، لكن ان ongoing وrepetitive دي من مواصفات ايه يا جماعه فاكرين؟ ها ها، مواصفات الاوبريشن، صح كده ولا غلط؟ فبالتالي دي بتبقى مهمه. طيب ناخد سؤال تاني، سؤال بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه. وتعالى نشوف ايه الجزء ده بيشرحها ازاي. بيقول لك in a kick-off meeting of your project you provided information للتيم بتاعك to your team members about a different process group to be followed in the project according to BMI. على فكره كل السؤالين دولت او السطرين دولت عباره عن خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، يعني ما بيحاول ايه يتوهك في بعض الاسئله. ممكن يكون سؤال ضخم جدا بس هو بيتوه، لكن السؤال موجود من اول هنا. Accordingly BMI، يلا السؤال بيقول ايه؟ Which are the project management process group؟ طبعا ده سؤال هايف جدا وسهل جدا، لان المشروع بيبقى عباره عن ايه؟ ها initiation planning executing monitoring and control وايه؟ وايه closing. فبالتالي طبعا الاجابه بتاعتي هي الخمسه process group according لايه؟ لBMI، الاجابه B. طيب تعالى ناخد السؤال بعد كده ونحاول ايه نركز فيه بشكل ايه اقوى شويه. طيب بيقول لك ايه في السؤال دوت؟ you are managing the release of new drug in the market. دورك ايه؟ كل سؤال لو ما عرفتش تطلع الكلمه، كلمه السحر، الكلمه السريه بتاعت السؤال، مش هتعرف تجاوب او هتجاوب اجابه غلط، واحتمال لو جت صح هتبقى جت باي لك. هنا بيتكلم انك ايه، دورك ان انت بتمانج ايه، انك بتطلع نيو دراج. نيو هنا كلمه بتندرج على البروجكت ولا الاوبريشن. نيو دراج هنا بتبين لك انك لو كنت اوبريشن كان يقول لك ايه، ها ريبيتيتيف دراج، او بتطلع دواء متكرر. لكن لو هنا بيقول لك نيو، دي الكلمه لو كان ما كانش في كلمه نيو كان ممكن نتكلم ان انت ايه اوبريشن، لكن دي الكلمه بتاعتي نيو دراج. فانت بالتالي دورك هنا يعتبر ايه؟ بروجكت مانجر. بروجكت مانجر، لانك از بروجكت مانجر، لانك بتكريت ايه؟ يونيك. يونيك هنا الكلمه بتاعتي اللي هي ايه؟ اللي هي نيو، وبالتالي دي الاجابه بتاعتي. سنس ان انت بتريليز، بتطلع اصدارات وان نيو دراج، فبالتالي انت كده مدير ايه؟ مشروع. لو كان اكتر من مالتيبلاي ريليزز فكنا ممكن نتكلم في البروجرام، وده سؤال تاني. طب تعال نشوف السؤال ده بيقول ايه. السؤال ده يا شباب، your company is responsible
of four developing an antivirus software. شركتك مسؤولة عن تطوير سوفت وير بتاع انتي فايروس. You are جالك بقى انت الحتة بتاعتك ايه؟ فصل كده وعينيك تركز وصباع ايدك. You are responsible. انت مسؤول for managing both حاجتين. اوكي. Both of individual product releases. يلا. ده رقم واحد. رقم اتنين. And coordinating multiply ايه؟ كده انت بتنفذ حاجتين. واحنا قلنا مدير البرنامج هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن واحد بيدير اكتر من مشروع في ريليشن ما بينه وما بين بعض. طب هو هنا في ريليشن ما بين السوفت وير الديفلوبمنت وما بين النسخ اللي بتطلع منها المالتي بلاي ريليزز. طب انا الاجابه بتاعتي تبقى ايه؟ تبقى اوبريشن؟ لا يا فندم، ده انت مش اوبريشن خالص. طب هل انا فانكشنال؟ لا. هل انا بروجكت؟ والله انا ينفع بروجكت، بس الاقوى هي الصح ان ايه؟ ان انا بروجرام مانجر، لانك بتكوردينيت ها حاجتين في وقت واحد. فالاجابه بتاعتي هي الاجابه A، لان البروجرام از ديفايند از ا جروب اوف ريليتد. فاللي كان ما بيقراش الكلمه دي وكانت بتعدي كده من قدام عينيه ولا كانها موجوده، المفترض يركز فيها. ريليتد، وقال لك ايه؟ ريليتد بروجكتس ويز اس سب بروجرام، بروجرام اكتيفيتي مانج كوردينيتد واي تو اوبتين بنفيت. والكلام ده كنا شرحناه. طبعا المعلومه ديت لو مش متوثقه عندك هترجع للاوبز بتاعتك وتبتدي ايه تزود عليها المعلومه تاني. تعال نشوف السؤال اللي بعدي. يلا ها. Who should be in charge of project during closure؟ ده احنا ما درسناش لسه الكلوجر. بيقول لك مين اللي المفترض يكون مسؤول عن المشروع خلال مراحل ايه؟ خلال مراحل ايه يا جماعه؟ ها؟ الكلوزنج بروجكت بروسيس. مين المسؤول على الحته دي؟ هل السبونسر هو اللي بيبقى مسؤول في الكلوز، ولا البروجكت مانجر، ولا الكاستمر، ولا حد اسمه البروجكت كلوزنج فانكشنال اكسبرت؟ مدير مشروع هو اللي متعلم من عرقوبه على مدار الخمسه بروسيس جروب، وبالتالي مش محتاجه الايه؟ الاجابه اي افتكاسه. مدير مشروع از ايدنتيفايد از اساينت اند اساينت as early في المشروع في الفيزابيليتي، وبالتالي في البروجكت شارتر والديفلوب مش عارف ايه، لحد ايه؟ ها تو كلوز المشروع، لحد ما يقفل المشروع. هو من البدايه لحد النهايه. ناخد السؤال بعد كده. السؤال بعد كده في بعض الاسئله هتواجهك هي ما خدناهاش لسه او لسه هناخدها قدام، فما علينا. تعال نقرا كده مع بعض معلومه جديده، ممكن تباص ممكن your project team had a meeting with a customer. يبقى التيم بتاعك عندهم ايه؟ meeting مع مين؟ مع customer. واحنا قلنا وده خلال الفاليديت سكوب. نهدى كده شويه في الاجابات، انا مش محتاج، ما طلبتش الاجابه من الناس بعد اذنكم، عشان في ناس عينها بتتسحب في الاجابات في الكومنت، فخلينا نستنى شويه نصبر. انا عارف الناس كلها شاطره بس عاوزين ايه؟ انا قلت لك انا مش عاوز اجاوب الاجابات قد ما عاوزك تستطعم طريقه السؤال بتتقر ازاي. During the validate scope process، خلاص علشان تجيت formal acceptance. على فكرة كده دي العملية رقم 5-5 اللي اسمها validate scope. validate scope 5-5 لازم يبقى العميل قاعد مع مدير مشروع أو التيم علشان في signature امضى بتاعة الاستلام. acceptance للdeliverable. الactivity دي بتتم امتى؟ عملية 5-5. افتح لي كده الخريطة الكبيرة. لو انت كده فتحت عندك في الصفحه رقم 58 او 59 فيها البوستر بتاع الماتريكس بتاع البي ام اي، اوكي؟ هتلاقي ان العمليه رقم 5-5 دي موجوده فين؟ موجوده فين؟ موجوده في المونيتور اند كنترول. العمليه رقم 5 برغم ان احنا ما درسناهاش، بس معلومه خلاص لو انت حطيتها في دماغك وبصيت في المعلومات اللي قدامك تلاقي الفاليديسكوب از دان از ا بارت من المونيتور اند كنترول، والسكوب موجوده في البروجرام في البروجكت في البروسيس جروب اللي هي مونيتور اند كنترول، موجوده في السكوب نوليدج اريا. نخش على السؤال اللي بعديه. You are project manager. You have completed. انت كملت المشروع. Completed. Okay. While reviewing the cost، وانت بتراجع كده ال cost، لاحظت ان most of the project budget was ايه؟ كانت اتصرفت على انشطه معينه في مرحله معينه. ده كان انهي بروسيس جروب؟ الفلوس كلها بتتصرف فين يا شباب؟ فاكرين الماتريكس اللي احنا كنا اتكلمنا عليها؟ انت فلوسك كلها بتتصرف فين؟
ممتاز في الاكسكيوشن. قلنا معظم الورق في البلاننج، قلنا المونيتور اند كنترول هو اللي بيراقب على اعمال المشروع، وده الامبريلا. الكلوزنج ده فيه عمليتين بس، لكن اكسكيوشن معظم الافراد بيتعينوا، ومعظم الدولارات والفلوس هي بتتصرف في الايه، في الاكسكيوشن. The large portion of the project's budget will be expended in performing the execution process group processes. واضحة الحتة ديت؟ ها؟ خلصتوا يا شباب؟ نخش على اللي بعديه. أسئلة سهلة، فش أي حاجة. In which process group will work defined to be completed and all specification ها of your project satisfy. في أنهي process group بيحصل الكلام ده؟ في أنهي process group بيحصل إن الأعمال تم إكمالها والمواصفات تم إيه؟ إرضائها. الكلام ده بيتم فين؟ برضو فين؟ ها؟ في البلانينج ولا في الإكسكيوشن ولا في المونيتور أند كنترول ولا في الكلوزنج؟ إيه اللي لأ؟ أنا عاوز الإجابة. في ناس بتقول في المونيتور اند كنترول، وناس قالت في الدي في الكلوزنج، وناس قالت في البي في الاكسكيوتنج. لا احنا نلعب على فلوس، ايه رايكم؟ عشان واحد بس يجيب ثمن الميكروباص، ايه رايكم؟ يا دوبك بس. لا ده في ناس اختارت كل حاجه. طب ما حدش اختار الايه ليه يا جماعه؟ يعني بالمره يعني عشان ده في ساره اختارت الايه اهي صح. طب الحمد لله يا فندم. 4 3 مين عنده العمليه رقم 4 3؟ 4 3 اسمها ايه؟ 4 3 اسمها ايه؟ اسمها دايركت اند مانج بروجكت وورك. هذه العمليه موجوده في الاكسكيوشن، والاكسكيوشن هو اللي بيبقى فيه الاعمال او الورك، اعمال المشروع اللي تم تحديدها في البلان كومبليتد، وكل المواصفات بتاعه الديليفرابل ها تم ايه؟ ارضائها، تم تنفيذها. الكلام ده ما بيتنفذش في البلان، الكلام ده ما بيتنفذش في الكلوزنج، الكلام ده ما بيتنفذش في البلاننج. المونيتور اند كنترول بيبقى بيراقب وموجود كده كده من اول لاخر يوم في المشروع، الذي يقوم بتنفيذ اعمال المشروع. وكمان قال لك كومبليتد يعني اكتملت وتم اكمالها، ما قالكش فاليديتد، تنفيذها حاجه والتاكيد عليها حاجه. قال لك انا جيت خلصت لك الشغلانه دي، انا كده قلت لك ان الشغلانه دي خلاص سليمه، انا بقول لك انا كملت لك التاسك بتاعي، حليت لك ال 200 سؤال يا سيدي، انا بقى هاجي فاليديت عليك. يبقى جميع الاعمال التي تم اكمالها بالفعل وجميع المواصفات تم تنفيذها في الديليفربل، الكلام ده بيتم فين؟ في الاكسكيوشن. لا يا فندم، اكسبتد الديليفربل العمليه رقم 5-5 مونيتور اند كنترول. سوري انا ما قريتش الجمله صح. اكسبتد الديليفربل بيبقى بعد الاكسكيوشن، لكن الكومبليتد بيتم فين؟ في الاكسكيوشن، صح كده؟ حد فهم الاجابه بتاع السؤال دوت ولا انا غلطان؟ سبيسيفيكيشن ايه بيقول؟ سبيسيفيكيشن اوف يور بروجكت بي ساتسفاي؟ لا لا، السبيسيفيكيشن اوف يور بروجكت تو بي ساتسفاي بيتم ساتسفاي عليها في الاكسكيوشن، علشان تتاكد ان هي سليمه بتعمل فاليديشن بيبقى في المونيتور اند كنترول. تاني، انت طالب مني ايه؟ طالب مني ان انا اصنع لك مكتبه، مكتبه في البيت. لما بتيجي تقول لي اعمل لي المكتبه وبعت لك المواصفات، فانت قلت لي المكتبه اعمال، شريت لك الخشب وصنعته لك وكل اللي انت عاوزه نفذته لك، كده عملت ايه؟ كده اكسكيوشن. انا بقى باجي اتشك عليها وابتدي اخبط في الخشب وابتدي امسكها واشوفها بتزيق ولا لا، والسمك والارتفاعات والقشره والمقابض، كده انا بعمل ايه؟ مونيتور اند كنترول. لقيت ان هي تمام فاليديتد، بمضي لك، مضيت لك خلاص اقدر اعمل كلوزنج. لكن هو قال لك اعمال المشروع كومبليتد ساتسفايد فين؟ في الاكسكيوشن. فاليديتد تبقى في المونيتور اند كنترول. وصلت؟ وصلت؟ ايه اللي ما وصلتش عندك يا ايهاب؟ اكتب لي. طبعا لو مش اكسبتد مش هيبقى الاكسكيوشن كومبليتد.
هنرجع نابديت تاني في الاكسكيوشن، نعمل ريورك يا باشمهندس مطر. ايهاب قول لي سؤالك، عندك مايك ايهاب؟ افتح لك طيب، او اكتب السؤال اسرع دلوقتي. satisfying ده بيبقى في الاكسكيوشن، validating السبيسيفيكيشن، في كلمتين دلوقتي satisfy السبيسيفيكيشن وفي validate السبيسيفيكيشن او check السبيسيفيكيشن او inspection للسبيسيفيكيشن. ان انت بتساتسفاي السبيسيفيكيشن ده مش validation يا فندم. بتساتسفاي السبيسيفيكيشن، انا جايبك تشتغل ايه؟ سواقه، تيجي تنفذ، فانت جيت عشان تساتسفاي سبيسيفيكيشن، فانت جاي بتاع اكسكيوشن. انا بقى باجي اعمل عمليه انسبكشن على السبيسيفيكيشن، يبقى انا كده بعمل فاليديشن واكسبتنس. تمام، خش على اللي بعده عشان في البلاننج بنحدد الاعمال، لكن مش في البلاننج بيتم اكمال الاعمال. يبقى ايه؟ In the planning process group the work will be planned identified لكن مش completed يا نبيل. اوكي، اخر سؤال، اخر سؤال عندنا. Which of the following process occur in the planning process group? Which of the following؟ طبعا ده سؤال بيعتمد شوية على ان احنا نكون خلصنا. هل ال identify risk بيبقى في ال planning؟ هل مانج الستيك هولدر انجيجمنت موجوده في البلاننج؟ اكواير تيم، ايدنتيفاي الستيك هولدر. ايدنتيفاي الستيك هولدر موجوده فين؟ ايدنتيفاي الستيك هولدر موجوده في الانيشيشن. اكواير بروجكت تيم موجوده في الاكسكيوشن، انت دايما بتعين الناس في التنفيذ. المانج الستيك هولدر موجوده في الاكسكيوشن. الريسك الايدنتيفاي بيبقى هو الوحيد الموجود فين؟ في البلاننج. اوكي، واضح الحته ديت؟ طيب احنا كده حلينا. مين يكتب النوتس دي عنده؟ احنا كده حلينا لحد صفحه رقم المره الجايه هنكمل من صفحه رقم 20 في الاكسكيوشن في الفريم ورك. من صفحه رقم هنبدا نحل من صفحه رقم 20. كل محاضره كده ناخد 5 6 10 اسئله من كل حاجه. المره دي خدنا من الفريم ورك، يوم الاحد ان شاء الله هناخد حبه اسئله من الانيشيشن على حبه من الفريم ورك. وانا عاوز الناس تحل اسئله، وانا عاوز الناس تبتدي ايه تبهرني، عاوز ناس تبعت لي اسئله تقيله معايا. في باشمهندس انا مش فاكر اسمه بعت لي الفرق ما بين الورك بيرفورمانس داتا وانفورميشن وريبورت، لسه ما جاش وقتها يا باشمهندس، هنشرحها فيما بعد. يلا نخش على حاجه جديده. فين المحاضره بتاعت النهارده بقى؟ ثواني نجيب بقى البرزنتيشن بتاعت الايه بتاعت النهارده. احنا خلصنا حد فين؟ حد يفكرني كده. خدنا 5-1. لا انا ما بكروتش، ما خدناش 5-1، خدنا بلان بلان سكوب. احنا خدنا 4-2 بس، صح كده ولا غلط؟ حد يفكرني كده. 4-2 بيطلع اوتبوت اسمه ايه يا جماعه؟ 4-2 بيطلع البروجكت مانجمنت بلان. ممتاز. طيب المشروع فيه كام صندوق او في كام فولدر للورقيات بتاع المشروع؟ في كام صندوق؟ في 2. اول واحد اسمه ايه؟ البروجكت دوكيمنت، وفي واحد اسمه ايه؟ البروجكت مانجمنت بلان، صح كده؟ ما هي مكونات البروجكت مانجمنت بلان؟ ايه نوعيه الملفات اللي جوه البروجكت مانجمنت بلان؟ حاجه من الاثنين، يا اكس بلان يا اكس بيز لاين، صح كده ولا غلط؟ يا اكس بلان يا اكس بيز لاين. ممتاز، انا برفع البرزنتيشن، هنبدا دلوقتي. حد فاهم حاجة؟ عايز حد يقوم يجيب لي كوباية شاي. طيب
اوكي ورا كده هنبدأ المحاضرة بتاعتنا وناخد كده ايه فيها اوفر فيو بسرعة عن اللي احنا شرحناه. طيب احنا بدأنا المحاضرة اللي فاتت في البلاننج كجزئية هامة جدا في العملية. عندي كم عملية موجودة في البلاننج بروسيس جروب يا شباب؟ حد يفكرني كده؟ عندي 4 عمليات 6 عمليات. يا نهار ابيض، مين في البلاننج يا شباب؟ في البلاننج 24 عمليه. باشمهندس نبيل عليك غرامه 10 دينار اردني، مش انتوا عندكم بالدينار؟ نبيل بالدينار عليك 10. الدينار الاردني بكام مصري دلوقتي يا نبيل بيه؟ شكرا. ال10 دينار. شكرا يا نبيل بيه، شكرا، ضايقتني، ما تجيش تاني لو سمحت بعد اذنك. البلاننج بروسيس جروب، البلاننج بروسيس جروب في 24 عمليه. العمليه الاساسيه اللي بتتحكم او بتدير بقيه العمليات البلاننج هي عمليه رقم 4-2. اتكلمنا المحاضره اللي فاتت في العمليه رقم 4-2 وان هي اللي بيتم فيها التحديد والتحضير والتنسيق لكل العمليات الفرعيه، وان هو دوت السنترال دوكيمنت اللي احنا اشتغلنا عليه. قلنا الانبوتس بتاعتي اللي بتخش في العمليه ديت هي البروجكت شارتر، اي مخرجات من سيكشن 5 ل 13 في البلاننج، يعني كل ال 23 عمليه اللي موجودين تحت ها بيطلعوا الاوتبوت بتاعها فين؟ فوق ل 4-2 مع الاي اف والاو بي اي. خلصنا الكلام دوت وشفنا التولز اند تكنيكس كاكسبرت جادجمنت كفاسيليتيشن تكنيك، فطلع لي ايه؟ الاوتبوت بتاعي الايه؟ صندوق اللي هو مين؟ البروجكت مانجمنت بلان. واتكلمنا على مكونات البروجكت مانجمنت بلان في المحاضره اللي فاتت، واتكلمنا على مكونات كمان البروجكت ايه؟ البروجكت دوكيمنت. تعال نبدا دلوقتي نقول الو، اول ايه؟ اول عمليه جديده النهارده، تمام؟ اللي هي عمليه رقم 5-1. عندنا تارجت النهارده ان شاء الله نخلص 5-1، 5-2، 5-3، 5-4، اوكي؟ هنحاول نخلص 5-1 الاول وناخد نفسنا وناخد ايه بعديها 5-2. 5-1 بلان سكوب مانجمنت. يعني ايه سكوب يا شباب؟ حد يفكرني كده؟ يعني ايه سكوب؟ يعني ايه سكوب؟ ايوه. القلم اللي عندي ادي، يعني ايه سكوب؟ ممتاز، في ناس كتبت كلام كتير قوي. بس تمام. ايه السكوب؟ ايه اللي هنعمله وايه اللي مش هنعمله؟ ايه المتطلبات؟ ايه اللي ليا؟ ايه اللي عليا؟ الريكويرمنت ايه؟ الاكسكيوشن ايه ايه ايه؟ كل الكلام ده 10 على 10. طيب تعال نقول السكوب عباره عن دايره كبيره جواها دايره صغيره. ايوه. شايفين الدايره الحلوه دي؟ وفي دايره تانية مهمه جدا لا تقل اهميه موجوده جوه. السكوب هي جميع الاعمال المطلوبه والمطلوبه فقط. السكوب هي جميع الاعمال المطلوبه والمطلوبه فقط لا غير. والسكوب عباره عن نوعين من السكوب، في حاجه اسمها البروجكت، البروجكت سكوب، وفي حاجه اسمها ايه؟ البرودكت سكوب. ايه الفرق ما بين البروجكت سكوب والبرودكت سكوب؟ تعال نمسك الدايره الصغيره. الدايره الصغيره اللي اسمها البرودكت سكوب دي انا بسميها الاف اف، الفيتشرز اند فانكشنز. مين معاه موبايل؟ كلنا معانا موبايلات. لما تيجي تخش محل سامسونج وتلاقي البياع واقف يقابلك وبتقول له انا عاوز اعرف مواصفات السامسونج جالاكسي 8 الجديد او سامسونج نوت 8 الجديد، فالبياع بيعمل ايه؟ يروح ماسك لك الموبايل يقول لك يا فندم الموبايل دوت من مواصفاته انه بيقول بابا وماما، تتك على بطنه يزمر، تعمل مش عارف كذا، بيعمل نسكافيه، في اريال بيجيب السي ان ان، في مش عارف كذا. ايه اللي بيقوله؟ هو بيتكلم على الفيتشر اند فانكشنز.
الخصائص والمميزات، صح كده؟ هل احنا كمديرين مشاريع مسؤولين عن البرودكت سكوب ولا لا؟ ده سؤال ليكم انتم. في حد قال لا؟ في حد، طب حد يقول لي ربما، طب يجوز، اي يعني ندي لي ايه؟ ولا لا؟ انا كمدير مشروع انا جاي اساسا علشان اعمل البرودكت سكوب، انا جاي اساسا علشان اعمل برودكت سكوب. يا باشمهندس بدران، السبونسر او الكاستمر هو اللي هيجي هيعمل، انا جاي علشان اعملها. فانت مطالب ان انت بتنفذ اعمال المشروع، انت اللي هتشتري المواد الخام، انت اللي هتعين العماله، انت اللي هتجيب التراخيص، انت اللي هتنفذ تشتري المكاتب الاداريه، انت اللي هتاجر الشقق، انت اللي هتاخد تنفذ التاسكات مش عارف ايه علشان تطلع لي الموبايل في الاخر جاهز. اللي جوه الدايره الكبيره اسمه اعمال المشروع اللي انتوا شايفينها بالاسود دي، الدايره الزرقاء اسمها مخرجات المشروع. المشروع بيطلع، المشروع انا كمدير مشروع مسؤول عن حاجتين، ها، مسؤول عن حاجه اسمها ايه؟ البروجكت. الكلمه ديت ورك، ومسؤول عن حاجه تانية اسمها ايه؟ ها، البروجكت، ها، ديليفرابل. ايه ده؟ يا فندم انت مش واخد بالك ولا ايه؟ ما هو حضرتك اعمال المشروع هي اللي بتؤدي الى وجود البروجكت ديليفرابل، والبروجكت ديليفرابل هي الدايره الصغيره، هي الدايره ايه؟ ها، الدايره الصغيره، البروجكت ديليفرابل، صح كده؟ و اللي هي الدايره الصغيره دي البروجكت ديليفرابل. بس عمرك ما تقدر تنفذ البروجكت ديليفرابل وتساتسفاي نيدز في انك تطلع موبايل بفيتشر ان فانكشن معينه الا بعد ما تنفذ اعمال المشروع بطريقه سليمه. ناخد الاكزامبل، انا مدير خط انتاج سامسونج نوت، انا مدير خط انتاج سامسونج نوت من 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 بق الباب السماء يا رب، اوكي؟ فانا مسؤول عن، ها، عن كل حاجه تيرن كي بتاع المشروع. انا اللي هجيب العماله، وانا اللي همرنها، وانا هاخد المواصفات من الشركه الام سامسونج علشان اصنعها وابعتها واخد الموافقه عليها، وانا اللي هجيب التراخيص واخد الموافقات الامنيه ومش عارف ايه علشان اطلع الموبايل علشان الواد يقف فيه في المحل يقول لك انا ببيع مواصفات. طب هل البياع اللي بيقف في المحل يبيع الموبايل سامسونج بيتكلم على المجهود المبذول في تدريب الموظفين علشان يطلع الموبايل؟ حد يجاوبني على الحته دي؟ لا طبعا، لانه مش ضمن السكوب بتاعه. البياع بيبقى السكوب بتاعه ايه؟ ها، البرودكت سكوب، خلاص. لكن انا بقى مدير خط الانتاج، انا مدير المشروع نفسه، انا اللي ببقى مسؤول عن البرودكت سكوب والبروجكت سكوب. والبروجكت سكوب خلاص اللي هي اعمال المشروع البروجكت وورك، هي لو اتعملت صح هتطلع لي ايه؟ ها، هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي برودكت سكوب، صح؟ فهمنا الدايره الكبيره والدايره الصغيره ولا لا؟ مين ياخد صوره للقطه الحلوه ديت ويرفعها على الفيسبوك؟ يلا. حد عمل تشيك تشيك خلاص؟ صورت؟ نرجع نقول الو بقى. انا كده عندي الدايره بتاعتي هي البرودكت سكوب والبروجكت سكوب، لكن في عندي نقطه تانية مهمه قوي اللي هي ايه؟ التخطيط لتنفيذ البروجكت سكوب والبرودكت سكوب، البلان سكوب مانجمنت. مين فتح الخريطه قدامه؟ مين فتح الخريطه بتاعت الميتريكس بتاعت العمليات؟ العمليه رقم 5-1 اسمها ايه؟ بلان سكوب مانجمنت. 6-1 اسمها ايه؟ بلان سكادول مانجمنت. 7-1 اسمها ايه؟ بلان كوست مانجمنت. 8-1 بلان كواليتي. 9-1 بلان اتش ار. 10-1 بلان كوميونيكيشن. 11-1 بلان ريسك. 12-1 بلان بروكيورمنت. 13-1 13-2 بلان ستيك هولدر مانجمنت. كل عمليه في بدايه مجال معرفي ما عدا الستيك هولدر،
هتلاقي اسمها بلان اكس مانجمنت. سؤال لكل الناس والاجابه تبقى واضحه وسريعه، انا عاوز الاجابه سريعه عشان اشوف الاخطاء. البلان سكوب مانجمنت بعد نهايه العمليه رقم 5-1 هيبقى معايا السكوب اه ولا لا؟ ناس قالت لا وناس قالت اه. امال هيبقى معايا ايه؟ امال هيبقى معايا ايه؟ ماشي، انا هيبقى معايا ايه؟ امال العمليه دي بتطلع ايه؟ بتجيب قماش ولا ما بتجيبش قماش؟ بتقول لي ازاي هتقدر تنفذ اعمال المشروع، وبتقول لي ازاي هتقدر تعرف المواصفات، وبتقول لي ازاي هقدر اخطط لها، وبتقول لي ازاي اما اجي انفذها هنفذها انفذ المواصفات، وبتقول لي ازاي العميل هيجي يستلم مني. ما هو العميل مش هيجي يستلم مني بالحب، ده انا لازم ابقى مخطط في السكوب، ها هاو السكوب والبي ايه، ها فاليديتد، يعني هيستلم مني ازاي، مكتوب هيجي يستلم ازاي وهيستلم بناء على ايه. على فكره لو ما حددتش في السكوب العميل هيجي يستلم ازاي هيمرمطك. ليه؟ لان انت سبت له ايه؟ حبل على الغارب. ده انت اساسا بتحدد، بتخطط ازاي سكوب هيتحدد، هتروح تقابل مين، هتقعد معاه، هتسجل له ايه، هتعمل له نموذج، تعمل له موك اب. طب تمام، وافق على الموك اب، يلا نفذ. هينفذ ازاي؟ مين اللي هيقف على دماغه وهو بينفذ علشان يتاكد ان الموبايل ده او الشقه دي او الاوضه ديت او العماره دي فيها الفيتشر اند فانكشنز. لما يجي يستلم هيستلم ازاي؟ اكزامبل بسيط قوي، فندق الفور سيزون شرم الشيخ كان عندهم من ضمن الحاجات اللي بتتعمل في الفندق ان الفندق ده موجود في حته اسمها شارك باي في في شرم عند المطار، فكانوا بيعملوا النتورك كفر نتورك للفندق كله، فشركه اسمها اكت راحت تعمل النتورك، فكانوا متفقين على الفاليديشن. يبقى اذا في البلان وما قاعدين، قال لك هنفاليديت ازاي؟ قال لك في جهاز سيسكو، الجهاز دوت هنجيبه موديل كذا، لو الجهاز ده جاب 5 شرط، يعني جينا نحط الجهاز ده يقيس النتورك في اي نقطه في الفندق، على البحر، على البوابه، في الاوض، في التويلت، على حمام السباحه، في الجاردن، يجيب كام شرطه؟ 5 شرط. فاذا هم حددوا هاو السكوب will be validated. فبيقول لك القائمين على المشروع كانوا مستهترين، واحد من القائمين على المشروع اللي بيقول لي فجاب في بعض المناطق جاب 4 شرط. مدير الفندق قال له سوري انا مش هستلم منك. قال له يا فندم ده 4 شرط بس في اماكن. قال له لا يا فندم احنا اتفقنا وكان مكتوب validated، ده احنا لو ما كناش اتفقنا كنت مرمطتك. قال له احنا متفقين ان جهاز سيسكو موديل معين وانت اكسبتد وانا اكسبتد، وان قلنا 5 شرط، يعني ايه؟ اكسلنت النتورك تبقى اكسلنت، 4 شرط دي فيري جود، ام سوري. بيقول لي احنا غيرنا الاجهزه باجهزه ثانيه اكتر في التكاليف $60,000. بيقول لي طبعا المشروع كان خسران، مش عايز اقول لكم النتورك دي كانت شكلها عامل ازاي. يبقى اذا العمليه اللي اسمها بلان سكوب مانجمنت كانت عباره عن بروسيس بيتم فيها انشاء خطه اداره نطاق المشروع، ويتم في التوثيق في الخطه ديت ازاي السكوب او البروجكت سكوب. على فكره شايف بيقول لك ايه؟ ازاي البروجكت سكوب، يعني دي الدايره الكبيره ولا الدايره الصغيره؟ ها دي الدايره الكبيره ولا الدايره الصغيره؟ ازاي البروجكت سكوب الدايره الكبيره. يس، يعني بما انه شامل الدايره الكبيره يعني انكلودد جواها ايه؟ البرودكت سكوب كمان. فبيقول لك بتوثق فيها ازاي السكوب سوف يتم ديفاين وتحديده، ها ان سوف يتم فاليديته وتاكيده، وازاي نتحكم فيه. يعني ايه نتحكم فيه؟ طب ايه يعني ايه نتحكم فيه؟ انت طلبت مني ان انت تكفر النتورك، هل انا من ضمن السكوب بتاعي ان انت تكفر النتورك مثلا وتجيب يو اس بي هديه لكل اوضه؟ يبقى ده اوت اوف سكوب.
وانا ما طلبتش الكلام ده، واليو اس بي هديه دوت ببلاش اكيد بفلوس، والكلاينت ما طلبهاش، فانا جولدن بلاتين. ممتاز قوي يا باشمهندس ابو زيد. فالجولدن بلاتين يؤدي لسكوب كريب. يعني ايه سكوب كريب؟ زحف النطاق. انا مش عاوز الكلام ده. تعال نخش على الاي تي تي اوز بتاعت العمليه رقم 5-1. يلا 5-1 من ضمن الاي تي تي اوز بتاعتها. تعال نشوف الانبوت والتول اند تكنيك، ونشوف الاثنين اوتبوت بتوعنا اللي بيطلعوا ايه. الانبوت رقم 1 بجيب الصندوق البروجكت مانجمنت بلان. هو الصندوق حتى هذه اللحظه فاضي ولا مليان يا شباب؟ بما اني لسه في 5-1، الصندوق فاضي ولا مليان؟ فاضي، فاضي، زيرو، فاضي، امبتي. احتمال لو دي الراوند الاولى يبقى فاضي، ولو دي الراوند الثانيه في الابديت البلان يبقى في ابديت بلان، واحتمال لو دي الراوند الاولى وعندي سترونج او بي اي، عندي سترونج او بي اي، فانا ممكن اكون يعني لو عامل فندق تاني غير شرم الشيخ بعمل واحد زيه في الغردقه، او عامل فندق تاني مثلا في شرم الشيخ تاني بنا. فلو عندي او بي اي احتمال الصندوق البروجكت مانجمنت بلان يبقى جاهز بسام كايند اوف بروجكت سكوب والفيتشر اند فانكشن تقريبا جاهزه. صح كده ولا غلط؟ فاما تقول كلمه امبتي دي قول ميبي امبتي، ميبي. فانا حطيت البروجكت مانجمنت بلان. اثنين، حطيت البروجكت شارتر. طب انا عاوز ليه البروجكت شارتر؟ لان البروجكت شارتر بيبروفايد بعض المعلومات الضروريه زي ايه؟ هاي ليفل ديسكريبشن، هاي البرودكت كاركترستكس، الاس او دبليو، هاي ليفل فيتشر اند فانكشن، اي معلومات اولانيه انا هبدا منها نقطه هبتدي انتشر واطلع ايه؟ تفاصيل كتيره قوي. من ضمن الانبوت الاي اف الانفراستراكشر ممكن تعوقني، بيرسونال ادمنستريشن، الماركت بليس كونديشن، الكالتشر بتاعت المؤسسه. انا ممكن ما اجي اروح اعمل بلان في مؤسسه الاقي السيد رئيس القسم الموقر جلالته عظمته غايب النهارده، فما فيش حد من الموظفين هيقدر يقعد معاك. ده قصه انا محتاج ان اعملها. احط الاو بي اي، طبعا لو عندي بوليسي وبروسيدر وهيستوريك انفورميشن ودروس مستفاده مع المشروع بتاع فور سيزون فاتلسعت فيه، فاكيد دوت هخطط المره دي ايه؟ المره دي يا جماعه عاوزين بقى نكتب مع العميل لا يطلع لنا فندق زي بتاع شرم الشيخ، فنكتب ايه؟ ان الفاليديشن من اكسلنت فيما فوق، من فيري جود فيما فوق، يعني 4 شرط 5 شرط نعديها. عشان ايه؟ الحاجه دي ايه؟ مش كنترولد قوي. صح كده ولا غلط؟ طب نجيب حد اكسبرت ونقعد نعمل ميتنج مع الستاف ومع الستيك هولدر فيطلع لنا 2 اوتبوت. الاوتبوت رقم 1 اسمه يا جماعه خطه اداره نطاق المشروع، وهي خطه جزء كومبوننت من البروجكت مانجمنت بلان، ويتم فيها وصف ازاي السكوب، ازاي السكوب ماله هيتم تطويره، هيتم مراقبته والتحكم والفاليديت بتاعه. خلي بالك ده بيبقى انبوت في ملفات كتيره جدا. دي خطة إدارة السكوب. بصوا بقى المفاجأة الجاية دي اسمها إيه؟ خطة إدارة المتطلبات. نعم، إيه الفرق بقى؟ يا فندم حضرتك ده السكوب بتاع المشروع ككل، هنا إحنا عاوزين نعمل خطة إزاي أساساً هتجمع الطلبات؟ إزاي لما تجمع الطلبات تستخلصها من الستيك هولدر؟ ولما تجمعها هتسجلها ولا تصورها فيديو ولا تكتبها مكتوبة ولا تعملها في شكل وتشينير؟ طب لما هتعملها الكلام ده هتحللها ازاي؟ طب هترجمها للسكوب ازاي؟ فبالتالي الريكويرمنت مانجمنت بلان برضه كومبوننت من البروجكت مانجمنت بلان، وبيتكتب فيها هاو الريكويرمنت، لان الريكويرمنت هي النواه للسكوب. هاو الريكويرمنت ويل بي انالايزد، هيتم تحليلها ويتم توثيقها ويتم ادارتها. لان الريكويرمنت ليها strongly influence على الريكويرمنت ازاي بتتمانج، ودي بيبقى فيز فيس تو فيس مع السكوب. خلصنا كده 5-1. مين عنده سؤال؟ التي تي مالها التي تي او؟ عندي كام تي تي او؟ عندي ميتنج وعندي مين؟ اكسبرت جادجمنت. ايه مشكلتك فيهم؟
ايوه باشمهندس حامد، اوكي تمام طيب ممتاز. 5-2 من العمليات التقيله شويه، ناخد 10 دقايق بريك ونرجع تاني. ها أربعة واحد يس إذا إنبوت إذا إنبوت أوكي. 10 دقايق ونلتقي. أنت 4-1 ولا 4-2 يا باشمهندس؟ ناخد 10 دقايق ونرجع بعد الفاصل. شكرا. 10 دقايق بريك بالظبط. شكرا.
بسم الله بسم الله. السلام عليكم. الناس سامعني؟ صوت واضح؟ طيب ممتاز ممتاز. ايه اللي انا نفذته لحد دلوقتي؟ حتى هذه اللحظه انا عملت معايا صندوق بتاعي بتاع البروجكت مانجمنت بلان، اتضاف عليه خطتين فرعيتين، خطه اسمها السكوب مانجمنت بلان وخطه اسمها ايه؟ ها؟ الريكوايرمنت مانجمنت بلان، صح كده ولا لا؟ وبالتالي ده اللي انا اشتغلت عليه في الايه الجزء الخاص بالعمليه رقم 5-1، وكده خلصت سكوب. انا داخل على عمليه رقم 5-2. 5-2 كولكت ريكوايرمنت، دي بروسيس، دي عمليه بيتم فيها تحديد وتوثيق واداره ايه الستيك هولدرز نيدز اند ريكوايرمنت، احتياجات ومتطلبات الستيك هولدر، ما قالش الكاستمر على فكره. حد ملاحظ؟ لان انت كفريق عمل معاك، انت مدير مشروع معاك فريق عمل ليه متطلبات عشان يقدروا يشتغلوا معاك. الجهاز المدينه ليه متطلبات، وزاره الصناعه متطلبات، الكاستمر ليه متطلبات، فعشان كده قال ايه؟ ها؟ الستيك هولدر نيدز اند ريكوايرمنتس. وبالتالي الريكوايرمنت دي بتبقى محتاج ان انت تعملها اليستيتد. اليستيتد او اليستيتد بمعنى استخلاص. تستخلص المتطلبات وتحلل المتطلبات. And recorded in enough detail to be included فين يا فندم؟ شايف؟ في السكوب بيز لاين. علشان ده اللي هيتقاس بيه. وبالتالي ده هيبقى الفاونديشن او هيبقى ده هو الاساس بتاع الدبليو بي اس بتاعي اللي هنشتغل عليه فيما بعد. اي ريكوايرمنت ايا كانت في الدنيا اتجمعت لازم يتم تصنيف الريكوايرمنت. في عندي بزنس ريكوايرمنت، في عندي ستيك هولدر ريكوايرمنت، في عندي سوليوشن ريكوايرمنت. السوليوشن ريكوايرمنت دي زي الموبايل. الموبايل فيه تاتش يا جماعه، وفي ميموري قد كذا، وفي شاشه كذا، ومش عارف صح كده؟ دي اسمها فانكشنال ريكوايرمنت. في منه احمر، وفي منه ازرق، وفي منه ابيض، وفي منه اسود، اسمها ايه؟ نون فانكشنال ريكوايرمنت. في عندي ترانزيشن ريكوايرمنت، يقول لك تعمل لي سوفت وير اي ار بي ابلكيشن، وتجيب لي كل البيانات الموجوده في الارشيف تحطها لي على السيستم الجديد، فاسمها ترانزيشن ريكوايرمنت. في متطلبات المشروع، عشان تتنفس تلاقي في شرم الشيخ يعملوا كرفانات للمهندسين، ليه؟ علشان يقعدوا فيها فتره الاعمال المشروع، اسمها متطلبات البروجكت. في كواليتي ريكوايرمنت، اذا كل الريكوايرمنت لابد منها يتم عمل كلاسيفيكيشن، تصنيف ليها. ماشي، عملنا التصنيف الكلاسيفيكيشن. تعال ناخد نفسنا بقى كده ونشوف الاي تي تي اوز. يلا الاي تي تي اوز بتاعتي هي ايه؟ اول حاجه عندي في الانبوت السكوب بلان اللي ايه فاكرينها اللي طلعت من 5-1، يبقى اذا هتخش از انبوت. حد محتاجني اشرح له السكوب مانجمنت بلان هي عباره عن ايه؟ مين عاوزني اشرح له السكوب مانجمنت بلان؟ اشرح مفيش حد معانا في الاوضه تانية ولا ايه؟ انا قاعد مع نفسي ولا ايه؟ ما احنا خلصنا السكوب مانجمنت بلان، اشرحها ليه يا شباب؟ السكوب مانجمنت بلان ما احنا لسه مطلعينها من 5-1، اللي هي خطه المشروع، خطه اداره المتطلبات، هاو سكوب ويل بي ديفايند فاليديتد اند كنترولد. اوكي؟ ناس ركز معايا الله يكرمكم. اوكي؟ هنحط برضو المتطلبات، خطه اداره المتطلبات. هحتاج احط خطه اداره اللي دي بقى جديده، دي اشرحها. احنا في 13-1، احنا دي من 13-2، في العمليه رقم 13-1 في الانيشيشن كنا عملنا تحديد لكل الستيك هولدر بتوع المشروع وحللناهم، وجينا عند العمليه المفترض في البلاننج. الراجل بتاع العمليه اللي اسمها بلان ستيك هولدر مانجمنت بيطلع حاجه اسمها ستيك هولدر مانجمنت بلان. دي خطه بتمسك كل واحد من الستيك هولدر، بتقول لك هتتعامل معاه ازاي وهتديره ازاي على حسب الليفل بتاع الانفلونس والباور والانترست اللي كان تم تحديده في الايدنتيفاي ستيك هولدر. وبالتالي الكلام ده، الخطه دي، هل ينفع انك تجمع الريكوايرمنت من كل الستيك هولدر بنفس الاسلوب؟ لا، كل ستيك هولدر من الستيك هولدر ليه اسلوب معين على حسب مدى الانفلونس بتاعه ومدى الانترست ومدى مقاومته او عدم مقاومته المشروع. فانا لازم يكون وانا بجمع الريكويرمنت لازم يكون معايا ايه؟ خطه اداره مين؟ المعنيين او الستيك هولدر.
لازم يكون معايا الايه البروجكت شارتر. ليه؟ لان البروجكت شارتر كان فيه الهاي ليفل ديسكريبشن بتاع الفيتشر اند فانكشن بتاعت المشروع بتاع البرودكت او السيرفيس او الريزلت، وبالتالي انا دي النقطه اللي هبدا منها. يبقى اذا البروجكت شارتر لازم بيقول لي ان انت هتبني لي جامع، اوكي؟ يبقى بعمل، يبقى مكتوب في البروجكت شارتر اني عاوز اعمل جامع على الطراز الفاطمي بحيث ان يكون 1 2 3 4. هاجي انا اعمل بقى في الكوليكت ريكويرمنت، كل الكلام اللي هيدور هيبقى في التفاصيل بتاعت هذا المسجد، صح كده ولا غلط؟ واذا دي بتبقى مهمه جدا ان انا ابقى مركز. يبقى اذا من نقطه البروجكت شارتر هبدا كوليكت ريكويرمنت. طبعا معايا قايمه بالستيك هولدر ريجستر، واحنا قلنا في الملف ده لما فرجتكم عليه المحاضره اللي فاتت كان موجود فيها اسماء وتليفونات ومتطلبات المشروع من كل ستيك هولدر. فبالتالي لازم يكون الستيك هولدر ريجستر ده موجود معايا. ايه التولز اند تكنيكس؟ رقم واحد، اول تول اند تكنيك حاجه اسمها ايه؟ انترفيو. التول اند تكنيك بتاع الانترفيو هي عباره عن 1 تو 1. 1 تو 1 عباره عن فيس تو فيس. بتقعد مع حد طلبات السياده يا فندم، وتقعد تسجل وراه ايه؟ ها؟ كل احتياجاته ومتطلباته في ايه؟ في المشروع دوت عباره عن ايه؟ خلي بالك ان في فرق ما بين الانترفيو والفوكس جروب او مع مجموعات التركيز، ودي انت بتجيب فيها مجموعه من البري كواليفايد ستيك هولدر، بعض الناس او الستيك هولدر المؤهلين، ودي بتبقى عباره عن سيشن انتر اكتف ديسكشن، سيشن ما بينك وما بين الناس ديت، وانت لازم تكون انت كمودريتور متمرن ازاي تقود القعده دي. كان في مره شركه من شركات السيارات اللي هي بتاعت رينو، توكيل رينو في مصر، كان عنده مشكله في العربيه الرينو ميجان، فكان عاوزين يعملوا فوكس جروب، فجابوا مجموعه من الايه من الناس اللي اشترت العربيه بالفعل. فالناس اللي اشترت بالعربيه طبعا، ان انت تجيب واحد جاب العربيه امبارح لسه شاريها امبارح وتجيبه عشان تعمل معاه فوكس جروب وتشوف رايه في العربيه، فالكلام ده مش واقعي لانه مش بري كواليفايد، مش مؤهل. مش معقول تجيب لي واحد ما ركبش عربيه اساسا وتيجي وتقول لي ايه هعمل معاه فوكس جروب. ما ينفعش تجيب لي واحد ما ركبش العربيات الفرنساوي اساسا، انا لازم اجيب واحد يكون ركب عربيه رينو ميجان وفات على الاقل سنه، فايه ده اقعد معاه. انا طبعا عندي خلفيه بالمشاكل بتاع العربيه، فاقعد اعمل ايه؟ ها؟ اعمل معاه انتر اكتف ديسكشن، ايه رايكم يا جماعه في العربيه؟ طب ايه مشاكلها؟ والله يا عم القطع غير قليله، غاليه جدا، ما فيش مركز صيانه قريب، هو بس مركز صيانه واحد في القاهره واحد في اسكندريه، وغير كده العربيه ما مش عارف ايه؟ ايه اللي حصل؟ عمال تسجل وراهم ايه؟ ها؟ ها؟ كل الريكويرمنتس وكل المشاكل بتاعتهم. عندي حاجه ثانيه اسمها فاسيليتيتد ورك شوب. انك تيجي تنفذ مسجد على الطراز الفاطمي في القاهره وتيجي تنفذه، فانت محتاج تجيب كي ستيك هولدر. تجيب بقى استاذ في العماره الاسلاميه، احسن مهندس انشائي معماري نفذ اعمال مساجد قبل كده مره واثنين وثلاثه، حد مش عارف بتاع كونستراكشن، حد بتاع ديفلوبمنت، حد الناس دي تقعدها مع بعض تبتدي توجذر، تحدد لك البرودكت ريكوايرمنت الفيتشر اند فانكشن يخلص بسرعه ازاي. فانت اللي هو مجهود بتاع شهور ممكن تخلصه في خمس ست سيشنز اباوت اسبوعين ثلاثه. طبعا لو تقدر على ثمن الفاسيليتيتد ورك شوب، طبعا ده هيبقى كويكلي ديفاين بطريقه غير طبيعيه للكروس فانكشن ريكوايرمنت بتاعت المشروع ككل وللدليفري. في حاجه اسمها جروب كريتيفيتي تكنيك، زي برين ستورمنج، زي المايند ماب والخريطه الذهنيه اللي قلنا عليها، افينيتي دايجرام، نومينال جروب، تعمل فلتريشن للمتطلبات وتشوف الاعلى وتحط درجات تقييم، فتعمل مالتي كريتيريا ديزيشن اناليسيز. الكلام ده كله مع ان انت تعمل فوتنج على البدائل، يعني العميل طالب تكييفات ففي تكييف مركزي وفي تكييفات سبليتات، اوكي ما ده تكييف وده تكييف، بس حضرتك ده كده في اكتر من الترناتيف. طب نعمل فوتنج يا جماعه، لو كل الناس وافقت يبقى كده اسمها هيومانيتي، لو 50% زائد واحد وافقوا يبقى دي اسمها ميجوريتي، لو اكثريه وافقوا يعني هم 10 افراد، اربعه وافقوا على الاوبشن رقم واحد وفي ثلاثه وافقوا على الاوبشن، سوري، وفي ثلاثه وافقوا على الاوبشن رقم 2،
وفي اتنين وافقوا على اوبشن رقم ثلاثة وفي واحد وافق على اوبشن معين. مين اكثريه؟ اب اربعه. فدي اسمها بلوريتي، the largest block in the group decided. او الديكتاتورشيب اللي هو ايه؟ انتوا جايين معزومين عندي، انا هاكلكم اللي على مزاجي، ديكتاتورشيب بقى. وصل الحته ديت؟ فبالتالي دي اسمها جروب ديسيشن ميكنج تكنيك. عندك كوتشينير اند سيرفي، ودي ما بتتمش غير مع اللارج نمبر اوف الستيك هولدر اللي ما تقدرش تجمعهم، فبتعمل كوتشينير اند سيرفي تجمع فيهم الطلبات. اوبزرفيشن، تروح تتفرج على الناس في مجالهم، مجال شغلهم وهم بيشتغلوا، فبالتالي بتسجل وراهم المتطلبات بتتنفذ ازاي. انك تعمل نماذج، فبتعمل بروتوتايب تفرجها للستيك هولدر، نموذج في اثنين في ثلاثه فيوافق على نموذج، فتعتمد هذا الموكب او البروتوتايب از اكسبكتد برودكت قبل ما تنفذه. وبالتالي ممكن تعمل مقارنه ما بين شغلانه هنا وشغلانه هنا، فتكتب المتطلبات وراها، فدي بتسمى بالبنش ماركينج او البيست براكتس. انك تقرا الدليل او تقرا شادي او قراص الشروط او قراص المواصفات او اي بزنس سيستم ابلكيشن، فدي تعتبر اسمها كونتكست دايجرام. انك تعمل عمليه مراجعه للاو بي اي والملفات والارتيفاكت والبيزنس بلان والاجريمنتس القديمه والبروبلم والايشو لوجز بتاعت كل المشاريع اللي فاتت، فبالتالي بتجمع منها متطلبات علشان يطلع في الاخر ايه؟ ها؟ يطلع لي الريكويرمنت دوكيومنتيشن. والريكويرمنت دوكيومنتيشن فيها متطلبات كل ستيك هولدر. هفرجكم كده على الملف بتاع الريكويرمنت دوكيومنتيشن دلوقتي. وموجود مع الريكويرمنت دوكيومنتيشن تصنيف لكل المتطلبات. بزنس ريكويرمنت، ستيك هولدر ريكويرمنت، سوليوشن ريكويرمنت، ترانزيشن ريكويرمنت. واضحه الحته ديت؟ حاسس كده، انا حاسس ان انا قاعد لوحدي. ممكن نعمل كده كده حضور وانصراف يا جماعه. الناس اللي معايا تكتب واحد بس. ايوه في حد مستخبي لسه، او في حد نايم، في حد طلع يشرب سجاره في البلكونه تقريبا. حاضر يا باشمهندس، حاضر قصي، حاضر. ركز ركز، هعيد هعمل ريفيو على الجزء ده تاني. فبيطلع عندي متطلبات بتاعت المشروع. طبعا انا لو كل نقطه مسكتها انا محتاج اقعد فيها يوم. مين اللي بينام؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، بتنام وبتقولها في وشي يا جماعه امسكوا لي الراجل ده، باشمهندس احمد حافظ، شوفوا لي هو فين، حدد لي موقعه على جي بي اس، هرزعه حته انسبكشن دلوقتي هفوق. شفت؟ $100، خليك انت في الدراهم بتاعتك انا. بلاش، لا لا صح، دبي انا خلاص، قربت اخلص خلاص. الريكويرمنت دوكيومنتيشن بيطلع معاه ملف اسمه تريسبيليتي ماتريكس. الريكويرمنت تريسبيليتي ماتريكس هي ملف تتبع المتطلبات، مين اللي طالب المتطلبات ديت؟ طالبها بخصوص ايه؟ طب هي مربوطه باهداف المشروع؟ طب هيتعمل لها تيست؟ طب انت طالب تحامل للتكييف، فبالتالي في تكييف، وبالتالي في مفتاح كهرباء باتشينو. طب لو التكييف السبليت بقى تكييف مركزي، هيبقى في حامل تكييف، فانت لازم كل المتطلبات تبقى مربوطه مع بعض، مربوطه باهداف المشروع. هل هي موجوده في الديليفرابل ولا المتطلبات دي خاصه بورقيات المشروع زي تراخيص او موافقات امنيه او اجراءات روتينيه؟ هل هي موجوده في البروجكت ديليفرابل؟ هل هتبقى في الديليفرابل بتاعت الدبليو بي اس؟ هل هي موجوده فيتشر اند فانكشن ولا هي هتتعمل لها تيست؟ الكلام ده لازم يتكتب كلها. فده اسمه ملف تتبع الايه؟ المتطلبات. تعالى نبدا نرجع تاني بسرعه نظره سريعه على العمليه رقم 5-2 اللي هي مين؟ اللي هي عمليه كوليكت ريكويرمنت. ناخد كده اوفر فيو بسرعه عليها ونختم محاضره النهارده. عشان انا مش عاوز حد يدعي عليا، انا عامل الكورس ده عشان الناس تدعي لي، فمش عاوز العكس اللي يحصل. اوكي؟ تعالى نقول الو تاني. انت عندك في العمليه اللي اسمها كوليكت ريكويرمنت، انت وظيفتك الاساسيه انك بتحدد وتوثق وتدير احتياجات ومتطلبات الستيك هولدر عن طريق انك بتستخلص وبتحلل وبتسجل ان اناف ديتيل كل المتطلبات. الكلام ده لازم يتم ايه؟ يتم تصنيفه انتو كلاسيفيكيشن.
في نفس الوقت المتطلبات ديت موجوده كاي تي تي اس بتتم تجميعها ازاي. يلا رقم واحد بنبتدي ندخل الصندوق بتاع عندي في الصندوق بتاع البروجكت مانجمنت بلان في ملف اسمه السكوب مانجمنت بلان، خطه اداره نطاق المشروع. دي الخطه اللي موجود فيها ازاي السكوب سوف يتم تحديده وتوثيقه وادارته والتحكم والفاليديشن بتاعه. وبالتالي انا محتاج من السكوب ايه؟ ازاي هعرف السكوب بتاعي؟ في نفس الوقت انا محتاج ايه الريكويرمنت مانجمنت بلان، ازاي هجمع الطلبات من الستيك هولدر، محتاج خطه التعامل مع الستيك هولدر، محتاج البروجكت شارتر اللي كان موجود فيها ايه اللي هيطلعوا المشروع اساسا، ده البدايه. ومحتاج ان يكون معايا الستيك هولدر ايه ريجستر، لان دي فيها قائمه الستيك هولدر بالكونتاكتس بتاعتهم كلها بالكامل. هعمل انترفيو، التولز اند تكنيكس دي انا محتاجه تتكتب كلها، وكل كلمه من كل تول اند تكنيك يتحدد فيها كي وورد مميزه، لان ال11 تول اند تكنيك ما فيش اي تشابه ما بينهم. فبعمل انترفيو 1 تو 1 فوكس جروب، انا معايا قدامي 5 6 7 10 من الناس، بس لازم يكونوا مؤهلين عندهم فكره عن الموضوع. فببتدي اتعلم منهم واسالهم في شكل انتراكتيف ديسكشن رايهم ارائهم افكارهم متطلباتهم. فانا لازم اكون جاهز انا كايه كشخص بيقود القعده دي. طب لو جبت ناس بقى تقيله عتاوله بيفهموا في الشغلانه فيقدر يقول لي، يعني انا جيت عندي في المكتب عاوز اجيب برينتر المكن تصوير، عندي واحد ابيض واسود واحد الوان، رحت عامل ايه؟ جايب كده ناس بتفهم في الموضوع ده، قعدتهم الخمسه ست، ااجر ولا اشتري؟ انا ده كان طلباتي، ااجر مكنه ولا اشتري مكنه ولا اصور بره؟ كان عندي ثلاث اسئله مش عارف اجابته. الناس دي حطت لي سوليوشن حسبتها لي بالورقه، الورقه تتكلف كام؟ اربعه ساغ ونص، ورزمه الورق كذا، طبعا رزمه الورق متغيره، وايجار المكنه والصيانه، حددوا لي كل حاجه، لان دول كي ستيك هولدر. في نفس الوقت انا عندي بعمل جروب كرياتيفيتي تكنيك، ابتدي اعمل برين ستورمينج. البرين ستورمينج عباره عن مجموعه من الناس بتعمل سيل من الافكار. ابتدي بعد ما يبقى عندي سيل من الافكار ابتدي ارتبهم واستبعد، ابتدي احطهم في شكل خريطه ذهنيه واي دايجرام، احط لهم ويتنج درجات 1 من 10، فبعمل لهم مالتي كريتيريا اناليسيس. ابتدي اعمل فوتنج على البدائل، فابتدي الفوتنج حاجه من اربعه، يا يومينيتي 100%، ميجوريتي اكتب كم بالميجوريتي 50% زائد 1، بلوريتي اكبر تكتل، ديكتاتورشيب طبعا انتوا عارفينها كويس، كوتشينير اند سيرفي، مع اللارج نمبر ببعت كوتشينيرز مجموعه من الاسئله، اوبزرفيشن يقول لك ابو تريكه طلع فرقه روما الايطالي يشوف فتره المعايشه بتاعت الفريق، هو عمل اوبزرفيشن، جوب شادوينج راح يتفرج عليهم في ابو تريكه في ايطاليا علشان يشوف فتره الاعداد قبل الدوري بيبقى ماشيه ازاي، اوبزرفيشن. بعمل بروتوتايب نموذج في 2 في 3 سامبل موك اب، العميل وافق عليه باذن هو عميل عاوز ده. بعمل مقارنه ما بين حد بينفذ اعمال الصب الخرسانه بطريقه معينه وشخص تاني بينفذها بطريقه معينه، اتفرج على الطريقتين وابتدي اقارن اعمل كومبير فاختار الانسب سواء اكشوال او بلاند براكتس. هبدا اعمل عمليه ايه قراءه للملفات واقعد مع الناس واشوف السيستم وانتراكت معاهم، ابتدي اراجع الملفات دوكيمنت اناليسز واحللها، فيطلع لي ريكويرمنت دوكيومنتيشن ويطلع لي تصنيفاتها ويطلع لي الايه ريكويرمنت تريسيبيليتي ماتريكس ملف تتبع المتطلبات. نكتفي بهذا القدر. محتاج منكم تاسكات كالاتي: ملخص لاربعه اتنين، ملخص لاربعه اتنين، ملخص لخمسه واحد وخمسه اتنين. طبعا بجانب الانيشيشن اللي هي عمليه رقم 4-1 و13-1، وطبعا يا حلوين انتوا عارفين ان انتوا عندكم ملخص بتاع الايه الفريم ورك. واحده واحده ابعتوا لي الملفات على الايميل، الايميل بتاعي اللي هو ايه، ها انفو ات احمد يسري دوت كوم.
ابعت لي الشغل بتاعك سامبل لي، اكمل ولا ما اكملش، هقول لك رايي ودوس انت فيما بعد. التاسك بتاعنا ايه؟ تلخيص لي فيما سبق، اللي عاوز يخلص اللي عاوز ينجز انا معاك، تقع مني ده موضوع يخصك انت. وعندنا 25 سؤال المفروض نخلصهم، مش هزود عليهم المره دي، 25 سؤال من الانشيشن، 25 سؤال من الفريم ورك، مش هناخد حاجه في البلاننج دلوقتي. تمام؟ اللي بيبعت الكلام ده هو اللي هيطلع له شهاده. خلينا نبقى واقعيين. طبعا اللي عاوز شهاده وما يعملش الكلام ده الموضوع يخصه، هعمله له برضه. لكن انا عاوز الناس تبقى ايه؟ انجيجد معايا. شيت اكسل، شيت وورد، طبعا اعمل شيت اكسل للاسئله. وورد فايل بالنسبه للتلخيص يا فندم. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ النت كان اسرع النهارده شويه واحسن شويه. شكرا يا شباب، والى اللقاء في الحلقه القادمه يوم الحد، صح كده؟ يوم الحد مع محاضره جديده ان شاء الله. ولو في اي حاجه كلموني على طول، انا معاكم ان شاء الله. شكرا والى اللقاء، السلام عليكم.